شركة الرشيد العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، والتي كانت متخصصة بالصناعات العسكرية حتى عام 2009. نفذت الشركة خلال السنين الماضية عدة مشاريع، بعضها أنجز والآخر طور الإنجاز، مستخدمة أفضل وأحدث التقنيات التي تميز عملها من ناحية الجودة والوقت. مشروع تأهيل موقع الشركة، حيث تم تهيئة موقع للشركة بعد أن كان مخصص لجهات أخرى، وتمت المباشرة بالعمل بداية العام الماضي كمشروع استثماري بقسمين، الأول قيد الإنجاز والقسم الآخر سينجز نهاية العام المقبل بكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات دينار. وينفذ هذا المشروع وفق أفضل المواصفات وأحدث خدمات البناء الحديثة، حيث وضعت التصاميم الأساسية من قبل استشاريين في جامعة بغداد، وأنشئت البناية الأولى على مساحة 6500 متر مربع مكونة من 3 طوابق، كل طابق يحتوي على مجموعة غرف بمساحات مختلفة وقاعة للاجتماعات إضافة إلى غرف الخدمات، والطابق الأرضي يتكون من قاعة كبيرة للاجتماعات واستعلامات داخلية لاستقبال المواطنين. يشمل المشروع أيضاً بناية ثانية مجاورة للأولى مرتبطة معها بممرات جسرية لكل طابق، إضافة إلى بنايات أخرى للاستعلامات الخارجية وبناية الحراسات وحدائق وغرف للخدمات المختلفة، وكذلك جراجات داخلية وخارجية تتسع ل 100 سيارة. وباشرنا في حينها بتغيير هوية وأهداف الشركة من نشاط عسكري إلى نشاط مدني بعد، والحمد لله شكر أصبحت الشركة في غضون 3 سنوات من شركات المتقدمة والمنافسة على تنفيذ الأعمال التخصصية في مجال تخصص جديد. من أهم المشاريع اللي حصلنا عليها مع وزارة التربية 73 مدرسة بأسلوب البناء الجاهز، وهذا الأسلوب هو من التقنيات الحديثة في البناء والإنشاءات، والحمد لله شكر إحنا استطعنا أن تشغيل المصنع خلال فترة 5 أشهر من توقيع العقد، والآن المصنع هو من المصانع اللي إنتاجه أصبح نمطي، والأشاد بمعالي وزير التربية خلال زيارة المصنع قبل فترة حوالي 2 أو أكثر. العقد بدأ العام الماضي في أيلول بالتحديد، وكان إسلام المدارس على شكل دفعات، وإحنا وفق العقد مع وزارة التربية سيكون مباشرة بتسليم المدارس اعتبارا من نهاية كانون الثاني 2014 إن شاء الله، والدفعة الأخيرة ستكون نهاية 2014 كانون أول 2014 بإذن الله تعالى. ما يخص المشروع بالذات، حقيقة واجهتنا بعض المشاكل اللي عالجناها بالتنسيق مع وزارة التربية، من ضمنها موضوع التصاميم. التصاميم كانت معدة من قبل وزارة التربية، ولكن خلال مباشرة بالعمل وبالنظر لاختلاف فحوصات التربة مقارنة مع التصميم المعد من قبلهم، أجرينا تصاميم بديلة للتصاميم المستلمة ودخلت حيز التنفيذ. أما ما يخص ليش المدارس بقت على شكل دفعات، فكان سبب أنه المدارس سلمت على شكل دفعات بالنظر لوجود مشاكل موقعية في المدارس وفي وجود تجاوزات على هذه المدارس، فبالتنسيق مع وزارة التربية والجهات المختصة أصبح استلام المدارس على شكل وجبات، ومثل ما قلت راح تكون آخر وجبة تسلم إن شاء الله نهاية 2014 بإذن الله. الرشيد الحمد لله شكر نفذت عدة مشاريع في الفرات الأوسط وبالتحديد في محافظي بابل وكربلاء المقدسة. في بابل نفذنا
مشروع الانتيك مال المحطة الغازية اللي تابع إلى وزارة الكهرباء، والحمد لله شكر أنجزنا المشروع بالكامل، والآن في طور الإسلام الأولي، وحظي بإعجاب السادة المسؤولين في محافظة بابل وبالتحديد مجلس محافظة بابل، زار المشروع وأبدى إعجابه وقدم شكر وتقدير له لشركتنا، وطلب منا إنشاء مكتب تخصصي هندسي لتقديم المشورة الهندسية والاستشارات إلى المحافظة من خلال تنفيذه لمشاريع تخصصية في مجال انتاج المحطة الغازية. ونفس المشروع موجود في محافظة كربلاء، بالإضافة إلى نفذنا مشروع بناية قسم الإعلام في جامعة كربلاء، وبالنظر للجودة العالية اللي قام شركته بإنجاز المشروع وبفترة المحددة للمشروع دون أي تأخير. مشروع آخر هو وكالة الهندسة، والحمد لله شكرا الآن المشروع يمضي وفق الجدول الزمني المحدد له. قامت الشركة بالتعاقد مع وزارة الشباب والرياضة في لإنشاء لتأهيل وإنشاء مرافق أخرى لملعب كركوك الأولمبي الموجود فعلا، هو كان بأضرار كثيرة جدا والملعب، وكان خارج مواصفات الفيفا هو أصلا. إحنا عدينا تصاميم تلبي احتياجات الفيفا، والعمل الآن وصل إلى مراحل متقدمة، عبرنا نسبة 65%، ولكن هناك بعض الصعوبات نعانيها قد تكون مؤثرة بشكل مباشر على المشروع، نحاول نتجاوزها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. وهذا المشروع الحقيقة يعني من المشاريع اللي أيضا تهتم به وزارة الشباب والرياضة، كون الملعب الأولمبي الوحيد في كركوك، وبالإضافة إلى ذلك النوعية العالية اللي تقوم بها شركتنا بتنفيذ هذا المشروع، حيث يعني أعطوا المرتبة الأولى بالنوعية مقارنة مع بعض الملاعب المنفذة في محافظات واسط وميسان والنجف. مشروع تدوير النفايات وبالأصح معالجة وتدوير النفايات الحقيقة بدينا به عام 2009 من خلال دراسات تفصيلية استندت بها إلى معلومات قديمة وحديثة، رفعت عن طريق الوزارة إلى دولة رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع أمانة بغداد صدر أمر ديواني بتشكيل لجنة مركزية بهذا الخصوص، وكانت الرشيد هي تمثل وزارة صناعة المعادن، والحمد لله شكر أثمرت جهود اللجنة بإصدار تعميم إلى جميع وزارات الدولة ومحافظات الدولة بتكليف الرشيد شركة الرشيد العامة بإعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات وقرار التقنية المناسبة لمشاريع تدوير ومعالجة النفايات في العراق. احنا باشرنا بالتوازي، باشرنا من جانب الإداري عالجنا الموضوع، وعكسنا هذا الموضوع على النظام الداخلي للشركة، أصبح موضوع تدوير ومعالجة النفايات هو من هوية الشركة، وحصلنا على موافقة مجلس شورى الدولة، وفي طور نشر بالجريدة الرسمية. أما ما يخص الجانب المالي أيضا، فالحمد لله شكر حصلنا على تخصيص الاستثمار لعام 2013، وهو إعداد الدراسات الأولية والتصاميم الأولية وإعداد دراسات الجدوى لهذا المشروع، وحصلنا مبلغ 1 مليار دينار لهذه السنة، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط ستقوم بتقديم المبلغ التخميني لمشروع الاستراتيجي راح ننفذه رشيد عام 2014 لغاية 2016، وهو إنشاء مشروع لمعالجة وتدوير نفايات بطاقة إنتاجية 4000 طن باليوم، وهذا المشروع سيدخل التاريخ طبعا في العراق لأنه كان أول مشروع استراتيجي وطني في العراق يجري. وبشكل ملخص أنه راح يتم تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وبالإضافة إلى
وجود مواد عرضية تخرج من المنتج.